شكون حبيت تستدعي اليوم صالح؟ حبيت نستدعي زوجتي. واش تقول لها؟ باش نقول لها اسمحي لي على واش درت معاك 8 سنين هذا، ماذا بيك تزيد تكملي معايا، فهمتي؟ نكملوا حياتنا اللي بنيناها من اول مره، من هاد المواش لو ان ربي سبحانه وتعالى ما يضيعش خلقه. كملي معايا، كنا في وقت الشده وكنتي واقفه معايا، وتوا زيد كملي اوقفي معايا لعل ربي سبحانه يفتح علينا ونرجع نلموا الشمل، واسمحي لي على كل حاجه كبيره ولا صغيره درتها لك، وان شاء الله راني ناوي اني نتغير. من لو كان ابسط شيء مثلا تخلص لي ديوناتي وكذا، راني نرجع انسان انسان ثاني اصلا. ما نزيدش تعرفي صالح اللي كنت عايشه معه. والرب صهيب وبلقيس عايشوهم كيما الدراري اللي تشوفي فيهم. صهيب وبلقيس اليومين هذا كيظل هما كيما نقولوا نحن مايلين لينا اكثر منها لها هي. ولادك؟